نرجع نتكلم انطلاقا من النقطة دي، أو نرجع نستكمل حوار حضرتك من حيث انتهينا، عند نقطة المبادئ وقيم النادي الأهلي اللي يعني مرتبطة بيه على مدار تاريخه ومنذ نشأة هذا النادي العريق. معانا من الدفعة المميزة، دفعة نجوم الإعلام المصري، زميل عزيز وصحفي مرموق، هو زملكاوي وهو رئيس تحرير صحيفة الشروق، كاتب الصحفي المتميز الأستاذ عماد الدين حسين. مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء الخير يا أستاذ محمد، ومساء الخير يا أستاذ محمد علي خير. اهلا بيك استاذ عماد. اهلا بيك يا اخي. استاذ علي خير كان لسه بيحكي ذكريات الريونيون، التجمعات اللي بتحصل كل فتره بين اعضاء الدفعه من كبار نجوم الاعلام والصحافه المصريه استاذ عماد، وبيتكلم عن الحوار عن كل شيء، الاعلام والصحافه والرياضه، وحتى المشاكسات اللي بتحصل بين المجموعه الاهلاويه والزملكاويه اللي موجودين في التجمعات دي. صحيح طبعا. الاغلبيه طبعا ما اعرفش، هذا هو قال لك ان اغلبيه المناقشات دي بيكونوا الاغلبيه فيها زملكاويه. الاغلبيه دايما اهلاويه يا استاذ عماد. لا ده اللي بيحصل، رغم ان خلاص حصل بالمناسبه في النادي. خلاص انا معاك، اتفضل. يعني اخر لقاء اظن كنت انا وياسر رزق زملكاويه، وكان هو محمد وحاتم محمود صديقنا زملكاوي، ومحمد علي خير وابراهيم منيسي اثنين اهلاويه فقط لا غير، يعني كانت النسبه 60 ل 40 تقريبا. يبقى ده موقف استثنائي بس التجمع ده يا استاذ عماد. او ربما من كرم الاهلاويه انهم بيسمحوا للاقليه انهم يعني يستضيفوهم يعني. استاذ عماد عايز اسال، اتفضل. اتفضل. انا اعتز ان انا عضو عامل في النادي الاهلي من بدايه الالفيه تقريبا، واسرتي يعني عضو في الاهلي من زمان، وكان سبب رئيسي في دخولي للامانه ابراهيم منيسي والاستاذ اسامه سلامه رئيس تحرير الجديد في ذلك الوقت. وانا اعرف ان الاستاذ المنيسي، استاذ ابراهيم المنيسي، مقرب جدا كصديق من حضرتك ومن الاستاذ علي خير. انا اعرف علاقته على المستوى الشخصي والانساني قريبه جدا منكم. طيب استاذ عماد، عايزك حضرتك تقول لي يعني اكثر ما يميز الصديق والزميل محمد علي خير. محمد علي خير يعني لو قلت يعني راي محمد يعني هيبقى راي مجروح فيه، لان احنا اصدقاء زملاء واصدقاء من سنه اولى كليه حرفيا لحد هذه اللحظه، علاقتنا لم تنقطع اطلاقا، حتى لما كان هو بيسافر بره مصر او انا بسافر بره مصر، العلاقه مستمره على كل المستويات وعلى مستوى الاسره، تقريبا بنتبادل الاتصالات يوميا، بنلتقي، احنا عشنا مع بعض وكنا عيش وملح، وكان جزء من العيش والملح ده بيت ياسر رزق بالمناسبه في مدينه نصر لما اتخرجنا من الكليه. والعلاقه استمرت. محمد انسان يعني بنى نفسه بنفسه، اشتغل على نفسه بجديه شديده جدا، وطور نفسه وكل ادواته، هو من القلائل اللي هم اشتغلوا المهنه دي في كل شيء، من اول الصحفي الصغير، المحرر، المخرج، الفني، الكاتب العمود، رئيس التحرير، المستشار الاعلامي، ونهايه بالتقديم التلفزيوني. فهو محمد من القليلين اللي هو يعني يقدر يتكلم في كل مناحي العمل الصحفي والاعلامي، مش قاصر فقط على شيء محدد، اضافه ان محمد ظني انه عنده ميزه عبقريه مش موجوده لدى كثيرين، وهي بيقدر يوصل للناس بسرعه لانه بيتكلم بصدق، ودي ميزه لا تتوفر لكثير من الاعلاميين في مصر، ان تلاقي حد الناس تصدقه، الناس تحبه، انه يقدر يوصل للناس باللغه اللي بيفهموها، اللغه البسيطه بتاعت اولاد البلد، فبالتالي بيبقى في صدى دايما لشغله باستمرار. استاذ عماد هسال حضرتك سريعا عن نقطتين اشار اليهم قبل ما يعني نبدا في الحوار مع حضرتك الاستاذ محمد علي خير. قيم ومبادئ وتاريخ النادي الاهلي، وعايز اسمع عنها شهاده من زملكاوي، انا بعتز بالناس مع رايه، انا عارف ان حضرتك شخصيه عقلانيه جدا ايا كان انتمائك الرياضي، واحنا عارفين حضرتك زملكاوي وبتعتز بانتمائك لنادي الزمالك وتشجيعك له، ولكن تدرك وتعي قيمه النادي الاهلي. وايضا الاستاذ علي خير كان بيتكلم عن نبذ التعصب، وان احنا ممكن نستمتع بان لينا ميول رياضيه مختلفه واهواء رياضيه وانديه مختلفه بنشجعها وتتنافس بقوه وبشراسه داخل الملعب، ولكن واحنا محبين لبعضنا، واحنا في سلوكيات معينة محافظين عليها وشكل وسمت معين بعيد عن الخروج عن اللائق، وده توجه النادي الأهلي بيتمنى انه يبقى معمم في مصر كلها على مستوى جماهير كل الأندية وقيادات كل الأندية. حضرتك تحب تقول ايه فيما يتعلق بقيم الأهلي؟ صحيح، يعني انا زملكاوي انتمي، احب فريق الزمالك لكرة القدم، واتمنى يفوز طول الوقت خصوصا لما يفوز على الأهلي،
لكن في نفس الوقت ادرك تماما انه الاهلي كيان كبير وكيان محترم وله دور مهم جدا في النشاط الرياضي في مصر، وهو له قيم حقيقيه فيما يتعلق بالاداره بالانضباط، في حاجات كثيره جيده الاهلي قدر يزرعها في الرياضه المصريه. انا اظن ان هو الافضل على الاطلاق في الفتره الاخيره خصوصا فيما يتعلق بقيم الاداره. النقطه الخاصه بالتعصب الكروي ونبذ التعصب، هذا موضوع للاسف الشديد يعني فلت عياره وزاد عن حده، والجميع يتحمل مسؤوليه كبيره لكن بدرجات مختلفه. في الماتش الاخير الكارثي بتاع ابو ظبي يعني انا سمعت فيديوهات للجماهير في الناحيتين، للاسف الشديد الجماهير بدأ نوعيه الجمهور المصري بدأ يتغير. بدأ يعني بيبتدي اول حاجه بيشتم الجمهور الثاني وهو ما بيلعبش معاه، يعني انا ما اعرفش ليه لما الزمالك يفوز بالكاس السوبر على الترجي جماهير الزمالك تشتم الاهلي، وليه لما الاهلي يفوز على الاسماعيلي جماهير الاهلي تشتم الزمالك؟ الناس كده بيشتموا بعض يعني قبل ما يقولوا يا صباحي عليه بيشتم الثاني حتى لو هو مش موجود. ده تغير سيء جدا وبدأ يزيد في الفتره الاخيره، وللاسف شديد يبقى مدعوم ببعض الاراء بعض من المسؤولين في الوسط الرياضي. الوسط والاعلام الرياضي للاسف الشديد بيلعب دور خطير. جزء كبير من زمايلنا الاعلاميين الرياضيين تحولوا الى التراس بيتعاملوا كانهم مشجعين. للاسف الشديد كمان هذه الظاهره موجوده في اطار تراجع قيم فادح في المجتمع باكمله، على الناحيه الفنيه بنشوف اغاني المهرجانات، على مستوى القيم في الشارع سلوك التوك توك اللي احنا عايشين فيه كلنا دلوقتي، على مستوى الالفاظ اللي بنسمعها من بعض المسؤولين دون حساب او رخيم من كثيرين، وبالتالي القصه ليست فقط جمهور الاهلي والزمالك او مسؤولين الاهلي والزمالك، القصه اكبر من كده، وعايز جهد حقيقي ان احنا لو ما اتحركناش وخدنا بالنا من خطوره ده هندفع ثمن كمجتمع أكيد وثمن أكيد فادح للاسف الشديد. اكيد. حضرتك حابب تقول اي حاجه للاستاذ عماد قبل ما اختم؟ لا، بشكره على كلامه عني يعني صديقي العزيز عماد حسين. استاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي البارز ورئيس تحرير صحيفه الشروق، احنا سعداء جدا بمشاركه حضرتك معنا في الحوار وبشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك.